السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على هل رياض محرز طلب من المدرب الجديد بيتكوفيتش عدم الحضور لتربص المنتخب الوطني؟ هل محرز اعتزل؟ هل عنده ظروف؟ هل اكثر الاحاديث؟ هل محرز متعاطف مع المدرب الوطني السابق جمال بالماضي، وبالتالي ما دام يعني ما كانش بالماضي انا منسحب حتى نرجع بالماضي؟ اذا هذه كلها راح نجاوبوا عليها، لكن قبل ما نجاوبوا على هذه التساؤلات والاسئله شوفوا هذا الفيديو، تقريبا بنسبه كبيره راح تقرب لكم السبب الحقيقي ولا السبب اللي قريب اللي خلى رياض محرز ما يجيش التربص هذا. شوف هذا الفيديو راح تقرب لك الاجابه نوعا ما. محرز اسوء لاعب بالاهلي، اسوء لاعب بالاهلي، والله محرز ضيع الاهلي ترى. محرز اسوء لاعب بالاهلي، اسوء لاعب بالاهلي، والله محرز ضيع الاهلي ترى. كي رياض محرز اسوء محترف مر على تاريخ النادي الاهلي، كي رياض محرز اسوء محترف مر على تاريخ النادي الاهلي، هو اسوء محترف مر النادي الاهلي. فيديو واضح، رياض محرز منذ مغادرته نادي مانشستر سيتي والتوجه الى السعوديه واللعب للدوري السعودي وبالاخص نادي الاهلي السعودي، اول ما سمعت الاشاعه هذه انا يعني بكل صراحه تفاجات، قلت يعني رياض محرز مستوى العالي يهبط ويلعب في المستوى الضعيف ويلعب في الخليج مستحيل. بعدها بدات الاخبار تتاكد شيئا فشيئا الى غايه يعني ما سمعنا الخبر وشفناه رسميا امضى مع نادي الاهلي السعودي. تمنيت له التوفيق، لكن كنت متمني انه على الاقل يزيد عام في اوروبا، على الاقل يزيد عام في اوروبا سواء مانشستر سيتي او نادي اخر في انجلترا سواء بورنموث او حتى يهبط للدرجه الثانيه مع ليستر سيتي احسن من يلعب مع في الخليج او يلعب في السعوديه. لكن كاين الناس اللي كانت تضحك ولا من حقه يروح للسعوديه وغوارديولا ظلمه وغوارديولا ما يعطيش دقائق لعبه، من حقه يلعب في السعوديه باش يزيد يرجع المستوى نتاعو. النتيجه واش هي؟ واش هي؟ ما عرفناش محرز، أين هو رياض محرز؟ كنا نقولوا في وقت سابق أنه الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم والمنافسة صعبة وقوية، برناردو سيلفا، دي بروين واللاعبين اللي في مانشستر سيتي صعيب باش تشترو مكانة، باش يضمن مكانة صعيب في السيتي. و الدوري السعودي دوري ضعيف، من المفروض يعني ينتقل للسعوديه راح يضمن مكانه وراح يلعب بالسيجار وهو اللي راح يقود الاهلي السعودي. شفت زوج مقابلات الاخيره، زوج مقابلات الاخيره، البارح النصر السعودي اللي خرج من دوري ابطال اسيا، النصر السعودي خرج من الربع نهائي او نصف نهائي دوري ابطال اسيا ودع البطوله، وقبلها مقابله الفتح. والله العلي العظيم انا في شهر رمضان غير شبح خيال لاعب اسمه رياض محرز، ما كان والو، ما كانش إضافة، ما يقدر يدخل، ما يقدر يراوغ. كنا نقولوا في وقت سابق غوارديولا والسيتي وأوروبا ومستوى عالي إنجلترا صعيبة عليه، ومدافعين أقوياء، السعودية ما تقدرش تدخل لداخل، ما تقدرش دير مراوغة واحدة. مع الفتح السعودي، خلينا من النصر، مع الفتح ما كانش. والبارح ختامها مسك كما يقولوا، صراحة مستوى بعيد جدا، هذا المستوى ما يخليش يلعب في المنتخب. إذا أنا اليوم اقتنعت علاش رياض محرز ماهوش باغي يلعب في المنتخب الوطني. رياض محرز ما عندوش مكانة في المنتخب الوطني. رياض محرز حب يخرج، لكن هو غلط في غلطة. من المفروض هذا نداء الوطن، لبي نداء الوطن ونهضر معاه، قال أنا راني مستوى تاعي بدا ينزل وكبرت في السن، ممكن نحاول أني نلبي نداء الوطن ونجي نلعب ولو حتى 10 دقائق ربع ساعة كمقابلة اعتزالية. ويصفق لك الجمهور ويودعوك الجمهور مقابلة اعتزالية ويفرحوا بك الجماهير الجزائرية، تفرح بك الجماهير الجزائرية وتكون وداعية ممتازة وجميلة. لكن انك ترفض المنتخب الوطني، ترفض نداء الوطن، رغم اني متفاهم انا قرار محرز، محرز ما عادش عنده مكانة، عندك بوعناني، عندك قيطان، عندك حاج موسى، هذا في ثلاثة أحسن من رياض محرز بمراحل في نحكي الموسم هذا، هاربين عليه في المستوى ولاعبين شبان. إذا هذو ما يلعبوش ويلعب رياض محرز يعني هذا ظلم، ظلم. في وقت سابق كان يلعب رياض محرز، كان بوعناني في الاحتياط ورياض محرز يلعب، ما يدير والو يلعب،
بعيد على مستواه ويلعب، مستواه ضعيف ويلعب أساسي. بينما آدم الناس في الاحتياط، يلعب في ليل أساسي يلعب في الاحتياط، بوعناني لما كان في نيس أيضا في الاحتياط، عديد من اللاعبين يلعبوا في المستوى العالي في الاحتياط، ومحرز يلعب في السعودية وفي المستوى الضعيف ومستوى النازل ويلعب أساسي. دروك أنا لما يشوفوا كاتب يعني وداعية للمدرب وكذا، هذه تقبلها عادي. علاش؟ لأنه المدرب الوحيد اللي يلعب رياض محرز هو بعيد على مستواه هو جمال بلماضي، عنده علاقة ممتازة مع جمال بلماضي، هذا أمر طبيعي ومنطقي وعلى بالي بها يعني مسبقا. مادام راح جمال بلماضي، محرز باش يلعب في المنتخب الوطني لازم يكون فور توب توب تاع توب. بالمستوى هذا ما يلعبش في المنتخب الوطني. الوحيد اللي يخلي رياض محرز يلعب هو جمال بلماضي، لأن جمال بلماضي علاقات أسرة واحدة عائلة واحدة، ماهوش الأحسن اللي يلعب، لا كانت عائلة، كانت عائلة بحقيقة. محرز يقدر يلعب مع جمال بلماضي، لما كان نخبة وطني جمال بلماضي محرز بعيد على مستواه يلعب أساسي، بينما اللاعبين الشبان اللي يطيروا في النوادي تاعهم ما يلعبوش. المدرب هذا لا، المدرب هذا إلا تقدر تقدم لنا الإضافة تفضل مرحبا، إلا ما تقدرش تلعب تريا في الاحتياط ولا ممكن راه حتى في الاحتياط مش مضمونة، حتى في الاحتياط ماهيش مضمونة. إذا قرار رياض محرز الآن أصبح واضح وضوح الشمس، ما نقدرش النفس في الوقت الحالي، راني بعيد على مستوى تاني، بعيد جدا. لكن أتمنيته أنه يلبي نداء الوطن ويحضر، ولو يلعب حتى 10 دقائق 5 دقائق وداعية، مقابلة وداعية اعتزالية، قال أنا نعتزل، كبرت في السن ما عادش نقدر نقدم، اللاعبين الشبان هذوما راهم يبرزوا وأنايا كبرت في السن ومستوى تاعي هبط بزاف بزاف بزاف، أنا نقدرش نقدم إضافة للمنتخب الوطني، نلعب 5 دقائق مقابلة اعتزالية وداعية. وهذا كان راح يكون قرار ممتاز من رياض محرز، والجماهير الجزائرية كل راح تشجعوا وتوقف معاه، لكن باش ترفض نداء الوطن بسبب انك متاثر من كاس افريقيا واسع بزاف. السبب رغم انه سبب واضح هو وضوح الشمس، رياض محرز ماهوش هو رياض محرز اللي كان في مانشستر سيتي، وماهوش هو رياض محرز اللي كان في ليستر سيتي. رياض محرز لما راح للسعوديه مستوى تاعو في الحضيض، جماهير الاهلي السعودي غاضبه يعني، حتى في المواقع وحتى في الصفحه الرسميه تاع النادي يعني هجوم كبير على رياض محرز، ومن حقها، هذا من حقها. دوك انا ندافع على ولد بلادي، لو جا ولد بلادي عنده مستوى لاباس به، راهو يدير في مقابلات كبيره اوكي، بصح رياض محرز بعيد، شبح شبح ما كان والو، دوك واش دافع؟ وزيد لما تكلمنا احنا في وقتها قبل حتى ما يمضي وحذرنا، قلنا راه اذا مضى رياض محرز في السعوديه وراح للخارج اديو عليه، صحيح اديو عليه. الان بالدليل تحمل، انت بغيت هذو ما لا تحمل يا اخي، انت بغيت هذوما، ما بغيتش المشروع الرياضي وما بغيتش تطور المستوى نتاعك او حتى تحافظ على المستوى نتاعك، ابغيت هذا ما يا خويا واش عنده لك، تحمل. الجماهير الجزائريه تدافع على رياض محرز كي يكون مظلوم، كي يكون في المستوى العالي، كي يكون المستوى نتاعو ممتاز وحق روح في السعوديه، طبيعه الحال الجماهير الجزائريه وكل تدافع على رياض محرز، ولد بلادنا لازم نوقفوا معاه وندافعوا عليه لانه مظلوم. لكن المده هذه ماهوش مظلوم، بكل صراحه ماهوش مظلوم، من حق الجماهير السعوديه وجماهير الاهلي السعودي تنتقد رياض محرز وتقول له ارحل، لان مستوى تاعو ضعيف جدا، ضعيف جدا، بعيد 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 عن المستوى تاعو. اذا عدم حضوره للمنتخب الوطني امر طبيعي وعادي جدا، ما يقدرش ينافس الشبان هذوما في المستوى العالي، هذا ما يقدرش. محرز بعيد على مستواه بكل صراحه، أبعيد جدا. إذا الفرصة الآن أمام الشباب، هو رفض يلبي نداء الوطن، كان قادر يلعب ولو حتى 5 دقائق كمقابلة اعتزالية وداعية والجمهور يودعه، لكن هو رفض بدعوة المنتخب الوطني. لكن على كل حال رياض محرز أنا بالنسبة لي انتهى في المنتخب الوطني في الوقت الحالي، انتهى. فرصة للشباب، فرصة لبوعناني، فرصة لحاج موسى، فرصة لقيطان، هذوما الشباب اللي طالعين اللي يلعبوا في الأندية تاعهم أساسيين، هذا فرصة تاعهم باش يضمنوا مكانه، رغم انه الثلاثي هذا وصعيب باش يضمنوا مكانه، لازم يكون واحد لاعب اساسي واحد احتياطي، كاين واحد راح يضحيوا به، كاين لاعب راح يضحيوا به او ممكن يغير المدرب المنصب تاعو. مناصب غالية
خاصة اللاعبين الشباب. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.